حلوة. أنا كنت هفتكرك بقى رحت اعترفت في عشيرة تانية. أنا كلا صباعي الكبيرة كبير قدام العشيرة. أصيل أصيل يا ده، أنا كنت فاكر إن خانتك الزبالة اللي كناها سوا. الزبالة ما بتخونش غير أولاد الناس كبير. بقول لك أصيل يا ابن الحرام. تربيتك يا كبير. وأنت مين بقى يا أمور؟ أنا سأسأ سأسأ لا تحلو. إيه؟ سأسأ لا تحلو. يعني إيه؟ هو اسمي كده. اسمك كده؟ البنت دي مين يا؟ دي بنت ناس جرى عليها الزمن. بس شكل ربنا بيحبك والدنيا هتفتح في وشك. أنا غلبانة وعايزة أعيش في ظلك يا كبير. بتعرفي تأشفار يا بت؟ ده أنا مقشفرة على الآخر خالص. ملهاش في النشلة يا كبير. يا رب بعون الله تطلع القرش ونجيب الزبون لكنها ساحر. خلاص هنحطها تحت الاختبار ولو نفعتي هرقيكي ولو ربنا بيحبك هيخلينا نحبك. الله يخليك يا ريس. اعجبك يا ريس. انا كنت ناوي اقطع لك ايد اقطع لك رجل بس انا بصراحه لقيتك حلوه وعجباني وقلت اسيبك بقى. جايز جايز افكر اجوزك. يا نهار اسود، يعني هيقطع دراعي ورجلي يا هيتجوزني؟ تحقيق صحفي ايه ونيلت ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا هسلمك البنت دي امانه في ايدك. ها تعلمها اصول كارنا واللوائح بتاعت العشيره. تمام. انا اهم حاجه عندي الانضباط. اهم حاجه عندي ايه؟ الانضباط. مهم انت النهارده بعد الطابور تحلفي بقى القسم. ماشي. سلام عليكم. قسم كنبالة؟ هو ايه الطابور والقسم اللي بيقول عليهم دول؟ قسم الولاء والطاعة بعد طابور الليل. انت كده عديتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عديت من الخطر الحمد لله. عديتي للخطر. دخلتي جوه. انا جوه هناك في الخطر؟ انا الله يطمنك. انا عايزه اروح. امدي قلبك متخافيش. يعني انا لو اكتشفوني هتدافع عني؟ طبعا والله اعرفك. النجل ما دمرش فيك البسطرمه. كويس البسطرمه قد كده اللي كلتها. اعطي خدها كلباله اديها القسم تحلفه. معلش يا باشا انا مش بعرف استقرا فيعني حضرتك قول وانا اقول ولا واحد. الله يصحى عليك. قولي ورايا. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. ان احافظ مخلصه. ان احافظ مخلصه. على نظام العشيره. على نظام العشيره. وترابط افرادها. وترابط افرادها. وسلامه اراضيها. وسلامه اراضيها. واتعهد باني. واتعهد باني. هقسم مع زمايلي الحلوة والمر. هقسم مع زمايلي الحلوة والمر. صح. اللقمة والهدمة. اللقمة والهدمة. لأني ملكوهم. لأني ملكوهم. ولأن الزبالة في دمي. لأن الزبالة في دمي. زي ما هي في دمهم. زي ما هي في دمهم. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. تحيا عشيرة سامبو الجامبو. تحيا عشيرة سامبو الجامبو. تحيا عشيرة سامبو الجامبو. تحيا عشيرة سامبو الجامبو. اثبت يا عليك السلام وبركات اللقمة الحرام. حرمت عليك عيشتك يا ابن الحرام. وقعتك سودة معايا. انت من النهاردة تخصينا. بقيت واحدة مننا يعني. واللي يخصك يخصنا. تحت أمرك يا ملك مقالب الزبالة والخرابات. لا 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 انا ما بحبش الجمايل. انا عايز منك شغل وبس. طبعا يا باشا. وفي غير الشغل ده الشحاته دي يا باشا بتجري في عروقي كده. يعني سعادتك لو القرش ما وقعش في حجرنا من ذات نفسه اديله مقص يقع في حجرنا على طول. شكلك خبره بنت وتعمري معايا. الله يخليك يا ريس. انا اهم حاجه عندي الامانه والشرف. الامانه وايه؟ والشرف. ايوه. معلش لا مؤاخذه المحفظة بتاعت سعادتك ما ينفعش يعني أعلم عليك في أول يوم كده. تحت أنا؟ لا مؤاخذة. لا أمينة يا بت.
هو كده حرام يلف يلف ويرجع لصاحبه. ده الحرام يجري وراك يا ريس ال اخر الدنيا. وانت اسمك ايه بقى يا حلوه؟ خليكي في حالك يا بت. يا اخويا دينا بندردش عايزه اتعرف. انا اسمي سقسقه. ها سقسقلها تحلوه. وانا صافي. عاشت الاسامي. وانتوا بقى اساميكوا ايه؟ انا اسمي عوني ببيع مناديل. عوني؟ يا حبيبي قلب امك صغير كده واسمك عوني؟ معلش غلطه وتتصلح، قصدي يعني غمه وتنزاح. لا بس اسمك زي الفل. وانت اسمك ايه؟ اسمي شرف بنت تحت العربيات. شكلك كده البلطجي بتاعها. بلطجي مين؟ ده غلبان ومالوش فيها. غلبان ومالوش فيها؟ وانتي بقى اسمك ايه؟ انا سميره بشحت من الموزز قدام المطاعم. انا والواد اللي اسمه قمح اللي بيلعب كوتشينه هناك ده. ايدك يدا على 10 جنيه لو مش قد اللعبه ما تلعبش. وانتوا على كده بتشتغلوا كلكم مع بعض؟ المجموعه دي بس بيشتغلوا مع بعض مع المعلم مكاوي وحسين الكيوت. حسين الكيوت ده مكاوي ده يدتيه لما حسين الكيوت طيب بيشتم بالام بس. طيب بيشتم بالام بس. وانت يا سميره انت منين يا حبيبتي؟ يا اختي. يا اختي؟ يا اختي انا اعرف منين؟ انا وعيت لقيت نفسي مع صامبو وهو مشغلني مع مكاوي وحسين الكيوت وما اعرفش حد غيرهم. انا بقى عارف اهلي بس مش عايزه اعيش معاهم عشان كل شويه شتمه وضرب لحد ما زهقت. يا سلام، يعني انت اللي هنا عايش متهني؟ يا اختي ما كله محصل بعضيها اهو، كله شغل وخلاص. طب ما انا كمان ابويا مشغلني انا وامي واخواتي وهو قاعد في البيت بيشرب حشيش وبيسكر على قفانا. الموضوع مش سهل. انا دخلت عالم كبير، ضحايا اطفال بيستغلوهم غلان ما يعرفوش الرحمه. يا ترى هقدر اعمل لهم حاجه؟ تعالى نقعد في الضله دي انا مش قادره. انا خلاص كده بقيت من العشيره والمعلم بتاعك ده بقى في عبي كده خلاص، مش لازم نشحت. طبعا لازم. صامبو ماشي ورانا عيونه. يا مامي يعني احنا متراقبين؟ طبعا ولازم تثبتي ولائك. يعني ايه هنشحت تاني؟ انا تعبت بقى تعبت. طبعا ولازم تثبتي له انك شحاته بريم عشان لازق فيكي ويرتاح. يعني انتوا بتذلوا نفسكم للي يسوى واللي ما يسواش وفي الاخر بتدوا الفلوس دي كلها للي اسمه صامبو؟ ده شغلنا واللي يخسر معاه يعجزه. يا سلام، ما احنا ممكن نقول له ان ما حدش ادانا حاجه. احنا بيتعدى علينا كل حد يوطي يدينا حاجه واللي خسر ما يرد يقطع صوابعه. يا مامي ايه ده؟ ده عصابه بقى، مافيا، مش مجرد عيال صيع وخلاص. ما انت فاكره نفسك دخلت عشان صامبو عشان تتفسحي؟ ده انت دخلتي عش الضبابير. والضبابير دي ملهاش عندي غير الشبشب. ده علمك بقى، صامبو ده انا هجيب قراره وهخلي الحكومه والبلد كلها تقوم عليه وهتشوف. انا مش دعوه بالكلام ده، لو صامبو كشفك ولا كني اعرفك. يا سلام، لا رجوله ياض. طب غوريو تعمل ايه عندك؟ بشوف حيوان اكلها. يا سلام، وناكل من الزباله ليه بقى؟ ما احنا معانا فلوس كتير اهو، ممكن نروح نجيب اي وجبتين كومبو. كومبو؟ احنا لو اتغدينا كومبو هيتعشى بينا صامبو. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ما ينفعش نصرف جنيه من الفلوس دي، ولازم ناكل من الزباله. ليه؟ قوانين العشيره دي قوانين الناس اللي عايشين زينا. لا بقى، انا مش ممكن اكل من الزباله حتى لو هموت من الجوع. ما انت لو ما اكلتيش من الزباله هتموتي بطريقه تانية. على ايه صامبو؟ والله احسن ما اموت من القرف. قرف ايه؟ قرف ايه؟ انت مش شايفه نظيفه ازاي؟ دي لسه مرميه طازه زي ما انت شايفه. ما شاء الله الزباله نظيفه قوي ما شاء الله. ايه ده؟ دي عليها حشرات، دي بتمشي. ليه؟ ده حشرات مفيده كلها فيتامينات. انا مش عايزه فيتامينات، انا شكلي مش هكمل المهمه دي على خير. ليه؟ حاسه ان صامبو هيكشفك؟ لا، حاسه ان انا هموت بالتسمم.